نوهت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل الطلبة المستجدين في الصف الأول للعام الدراسي المقبل 2019-2020 أصبح مفتوحاً خلال 24 ساعة في البوابة التعليمية، وعلى أولياء الأمور المبادرة في تسجيل أبنائهم. نفذت دائرة التفتيش الحضري بالمديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية عملية مداهمة لموقع في منطقة المعبيل الصناعية لممارسته نشاطاً مخالفاً في بيع المشروبات الكحولية والسجائر والمواد المحظورة، وقد تم مصادرة المواد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.